لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. هذا اليوم يوم التهاني والتبريكات على فوز الرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية في جمهورية تركيا الإسلامية. نهنئ الشعب التركي، نهنئ الرئيس أردوغان، نهنئ حزب العدالة والتنمية في تركيا على الفوز الكاسح وعلى الفتح المبين الذي أعطاهم الله تبارك وتعالى ضد أصحاب فتح الغولن وضد الكماليين وضد الأكراد البغاة الخوارج وضد النصيريين والعلويين وضد الإرهابيين وضد كل من يوالي الطغاة ويوالي المنافقين، ضد القوى الأوروبية والقوى الإسرائيلية والقوى العميلة لإسرائيل من العرب المنافقين والحكومات المنافقة. إن الله تبارك وتعالى نصر أردوغان وحزب أردوغان لأن قلوب المسلمين كانت مع هذا الحزب الذي نصر المسلمين في بورما ونصر المسلمين في البلدان العربية، سوريا والعراق واليمن وليبيا وتونس، لأجل هذه النصرة ولأجل هذه المواقف المشرفة الكريمة نصرهم الله تبارك وتعالى. ولا بد أن يتذكروا ذلك، ولا بد أن يعرف أردوغان وأصحاب حزبه والمسلمون في تركيا أنهم منصورون ما داموا ينصرون الله ورسوله وينصرون المسلمين، وأنهم لا سمح الله إذا تركوا ذلك سيخذلون. وقد فتح الله لهم والحمد لله ونصرهم وأيدهم. فليقوموا بقوة وبجراءة وبصراحة للخطوات الإسلامية الجبارة نحو ترقية تركيا وتنمية تركيا وتطوير تركيا والقيام بالمسؤوليات الضخمة في تركيا، وأن تكون تركيا هي مركز المسلمين عالميا لا تركيا فحسب. لابد أن يعرفوا ذلك. وإن المسلمين في العالم كله دعوا في شهر رمضان في ليلة القدر في الليالي المباركة، دعوا في يوم العيد وبعد يوم العيد لنصرة أردوغان، لنصرة الحزب حزب العدالة والتنمية. دعوا الله تبارك وتعالى، والآن لا شك أن الله أدخل السرور على قلوبهم وأدخل الفرحة على نفوسهم بهذا الفتح المبين. فليشكر الله عز وجل وليشكر الفائزون والمظفرون الشعوب المسلمة كلها والمؤمنين المخلصين الذين دعوا الله تبارك وتعالى. فليكن الشكر متجاذبا ومتناسقا ودائما، ويكون العمل ممثلا لهذا الشكر لله تبارك وتعالى، حتى تقوم تركيا وتعيد سالف أيامها وغابر مجدها. ونرجو الله تبارك وتعالى أنه سيوفق الرئيس ويوفق حزبه ويوفق الموالين والقائمين معهم، سيوفقهم إن شاء الله للخير المزيد وللأعمال الطيبة المباركة إن شاء الله. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.